أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل النظر للمرأة في الشاشات والقنوات حكمه حكم النظر إليها على الطبيعة؟ نعم، المؤدى واحد، وهو أنه يجر إلى الفاحشة، ولذلك يكثر الوقوع في الفاحشة عند هذه الشاشات، يكثر الوقوع في الفاحشة حتى على المحارم، وتكرر هذا عند هذه الشاشات، لأنه إذا رأى هذه المناظر القبيحة لا يملك نفسه، فيقع على من عنده من بناته أو أخواته أو من تصيبه الشهوة العارمة، فلا يملك نفسه، فيقع على من عنده. هذا شيء يعني ثابت من الوقائع. نعم.